طبعا لما يزيد الوزن شوية أو تبي تحافظ على وزنك أو أنك يعني تغير ستايلك، نعم مطابخ هيلثي كيتشن أعتقد أنه بيكون خيار مناسب لك إذا حاب تحافظ على وزنك، تنزل وزنك ترفع وزنك. طالعين ونشوف الحين عاد الخيارات الموجودة عندهم، إن شاء الله تكون خيارات طيبة. بعد يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك، مرحبا. إن شاء الله طيب. نورت نورت. الله يجزيك خير يا حبيبي. بتشوف الحين الخدمات اللي عندكم. حياك. يلا. تفضل 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 تفضل. أنا هذه الأخصائية. يلا. أيوه توكل على الله. بعد يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك. شو الخدمات الموجودة عندكم هنا في هيلثي كيتشن؟ طبعا احنا مشروع بديناه صراحة من الصفر. اوكي. كنا مشروع منزلي بديناه من قبل 3 سنوات. انا بحكمي اخصائي تغذية ومهتم في الرياضة وكنت لاعب كمال اجسام، اسست المطعم على اساس انه اخدم حق الشباب الاكل المناسب للعيبة كمال اجسام في البداية. فالله يسلمك، شفت ان لعيبة كمال الاجسام والرياضيين في قطر لهم احتياجات لكن عدد بسيط. حلو. اكثر الناس كانت تجيني وتبي شيء يناسبها لنزول الوزن وللحفاظ على لايف ستايل معين، لكن يكون الاكل حلو ومو باكل ناشف والواحد يتملل منه ويهده بعد اسبوع اسبوعين. فطورنا الأنظمة اللي عندنا على أساس تناسب الجميع وخاصة الفئات اللي تبي تنزل في وزنها وتبي تحافظ على لايف ستايل صحي ويكون شيء مريح. فالحين صار عندنا أكثر شيء اللي عرفنا فيه نظام الكيتو. نظام الكيتو هو نظام عالي الفات، نشويات قليلة جدا، بس يمتاز أن الأكل جدا لذيذ وينزل الوزن بشكل سريع جدا. وطورناه وخلينا فيه معجنات، خلينا فيه بيتزا. يعني انت تستغرب شلون ما في نشويات لكن تحصل بيتزا، تحصل سويت، تحصل كيك. هذه طبعا مع الوقت مع الخبره مع الشيف طورت المنيو، صار المنيو لذيذ وحلو وما تحس انه ما تحس انه اكل دايت. وعندنا بعد نظام الصحي اللي فيه النشويات والبروتينات العاليه والفات الصحي البسيط، وهذه اكثر للناس اللي مثلا رياضيين يتمرنون ويبون يزيدون الكتله العضليه وفي نفس الوقت يبون ينزلون الدهون. الاخت رغد الان راح تعطينا وصف سريع للوجبات الموجوده وتقسيمها كيف راح يكون في نظام الكيتو، صح؟ صحيح. تفضل استاذ رغد. نظام الكيتو عندنا يعتمد على حرق الدهون بشكل رئيسي، وهاي هي المينيو اللي بتعتمد على الفطور والغداء والعشاء، وفي عندنا اوبشنال بريكفاست لانش ودينر عشان في اي حال شخص ما حب شيء معين من الوجبات يكون في اوبشن ثاني. ونظام الكيتو فعال جدا في نزول الوزن، تقريبا بالشهر بيصير في نزول الوزن من 4 كيلو الى 10 كيلو، يختلف من شخص لشخص بناء على الوزن والطول والعمر. في نظام ثاني عندهم اسمه الماكرو، ايش الماكرو هذا استاذه؟ اوكي، هلا الفرق بين الماكرو والكيتو انه الكيتو بشكل خاص بيكون عالي الدهون وقليل الكربوهيدرات، عكس الماكرو. الماكرو بيكون تقريبا لو كارب لكن اكثر بكثير من الكيتو، تمام؟ بالتالي بيعتمد على الكاربز والبروتين العالي والفات القليل، الدهون القليله. وهي هي المنيو تاعتنا، برضو بتختلف كل يوم عن الايام اللي بعدها. عندنا لمده شهر، عندنا كل يوم وجبات مختلفه وكل اسبوع بتكون فيها تنوع مختلف، وفي هذا فرق النزول تقريبا من 4 كيلو الى 6 كيلو خلال الشهر. قالوا لي ان عندكم ايضا خدمه استشاره هاتفيه اعتقد او شيء. صحيح. ايش الموضوع هذا؟ هلا بالبدايه احنا عندنا التواصل عباره عن الواتساب او اتصال هاتفي عن طريق الواتساب او التليفون. فيها بنرسل لكم زي تامبلت يحتوي على كل الباقات اللي عندنا، في بعديها ناخذ تفاصيل الوزن الطول العمر اذا في اي حساسيه من اي شيء، وبعديها بصير في تقييم عن طريقي انا اخصائيه التغذيه. بالنسبة حق النتائج والاستشارات،
احنا دائما نكلم الزبون بعدها بعد بداية الاشتراك باسبوعين الى ثلاثة اسابيع نتأكد ان النظام ماشي معاه صح. فعادة في نزول الوزن نطلب الوزن قبل البدء ونشوف بعد اسبوعين حالة الشخص، هل هو مرتاح، هل وزنه نزل ما نزل، وعلى اساسه الاخصائية الضغط تغير للجدول وتشوف لها. ففي نظام بناء العضلات نعتمد اكثر على الانبودي تيست لانه يبين كمية العضلات اللي زادت ويبين الوزن ويبين كمية الفات اللي نزل. فننصح دائما يسوون لنا الفحص ويبعثون لنا بعد اسبوعين الى ثلاثة اسابيع من البداية عشان طبعا هني المطبخ المركزي، هني يتم طبخ الوجبات، كل شيء يكون تحضيره هني، وهني المكان اللي مخصص حق نرتب البوكسات. ففي جداول هني موجودة وهذه الطلبة طبعا الحين ما في حد، لكن الصبح بدري تلقى هذه كلها بوكسات وكلها كلها بوكسات اشتراكات. أبي أرويك بعد الثلاجة اللي نخزن فيها البوكسات بعد ما اللي نخزن فيها البوكسات بعد ما يتم تسكيرها لما السواقين يجون يستلمونها. هذه المساحه كلها تكون هني بوكسات مبرده ومثلجه، وهني داخل بعد عندنا مساحه كبيره نحط فيها بوكسات كذي. هاي بوكساتكم؟ اي هذه البوكسات. حلو. عندنا 6 من هالسيارات مبردة وتم توصيل الوجبات كلها عن طريق السيارات المبردة. توصل للبيت الصباح الساعة كم؟ حسب المنطقة، بس دائما قبل الظهر إن شاء الله توصل لكم. عشان تزيد الفائدة عندك في نظام الكيتو اللي اشتركنا فيه في هيلثي كيتشن، عندك الآن الخيار الثاني أيضا وأعتقد مهم، هو باور هاوس جيم، انك انت ممكن تدخل معاهم بحيث ان هذا يكمل هذاك. والله وصلنا الاخوان في باور هاوس، صراحة مكان عجيب يا جماعة. شوفوا اللي فعلا حاب يتمرن ترى المكان حلو ومناسب. هذا جهاز الفضايح اللي طلع لك كل شيء في جسمك، طول، عرض، وزن، ذهب كل شيء فيه. ليش ادخل الجيم؟ ليه؟ ونحكينا عم نحكي الجيم، انت مش شرط تجي على الجيم كرمال يكون عندك بس كرمال التخسيس او كرمال تبني جسم او كرمال تعمل سكس باك. تجي على الجيم لتكون تعيش حياه صحيه اكثر، يعني كرمال هيلثي لايف ستايل. هاي الفكره يعني من النادي، انك تعمل جدول رسمي يوميا، انك بشكل يومي تروح على النادي مثلك مثل بتروح على الدوام. حلو. فانت هيك تكون عم تعيش حياه صحيه. ساعه تكفي ولا كم؟ هو ساعه لو مينيموم، لو ساعه لساعه لساعه ونص مع الكارديو عم تعمل هيك انجاز كثير كبير، بتحافظ على صحتك وعلى قلبك اهم شيء. نزول الوزن كم ياخذ فتره؟ ايش كثر تقريبا؟ نزول الوزن بيرجع لنظامك الغذائي اليومي، وبيرجع لكم سعره قاعد تحرق اليوم وكم سعره قاعد تاكل اليوم. فالفكره من بعد ما تاكل انت السعرات وتحسبها مع الوقت على حسب الميتابوليزم تبع جسمك وعمليه الايض، ممكن انت تنزل بالشهر من 2 كيلو ل 4 كيلو ممكن يكونوا فات مع مي، لانه بيقول لك واحد نزل 4 كيلو مش فات بس، وما بينها بتكون تطلع مصر. طلع عضلة حسب نظامك الرياضي. شكرا.